يتابع ناظم اللمسات الأخيرة لافتتاح يخته المصنوع بأياد عراقية. بعد نجاحه في صناعة يخت الضلوعية النهري، يعاود ناظم الزابطانة صناعة يخت جديد وسط دجلة في تكريت، وفق مواصفات عالمية، متأثرا بجولاته بين اسطنبول والمغرب العربي. يخت الأسطورة، لأنه إحنا بالعراق ما عندنا هذا الحجم بالصناعات هذه، فسميناها يخت الأسطورة. بالنسبة للمواد اللي داخلة به، هي كلها موجودة بداخل البلد، يعني مجرد أنه إحنا جمعنا هاي المواد مع الشباب والكوادر اللي موجودين، حتى صارت عندهم معلومات بهذا الصناعة، يعني صار عندهم يعني على المستقبل أنه إبداع أكثر. 150 طنا زينة الأسطورة، وذلك لكبر حجمه، إذ يتسع لأكثر من 400 شخص، وبطابقين يضمان مطاعم وأماكن استراحة، ليدخل بذلك الزابطانة سوق العمل عبر بوابة السياحة النهرية. اللي متوفر باليخت، طبعا عندنا مرسى احنا تابع لليخت بحدائق، واللي متوفر بداخل اليخت هو بداخل اليخت كوفي، بس بالمرسى مطعم شرقي غربي، عندنا كافة الخدمات كلها موجودة بالنسبة للسياح اللي يجون من داخل المحافظة أو خارج المحافظة. أيام قليلة تفصل تكريت عن افتتاح أكبر يخوتها الذي صنع محليا لتحمله دجلة ويكون نواة للسياحة النهرية في مدن المحافظة عبر استقطاب السائحين من مختلف مدن العراق. من صلاح الدين محمد قادر، يو تي في.